السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة حابة أوريكم غرزة جميلة جدا. على فكرة الغرزة دي تريكو في الأساس، بس أنا هوريها لكم النهاردة إزاي نعملها بالكروشيه. زي من دي كانت بلوزة أنا كنت عاملاها لبنتي، أهي أهي بالألوان دي في الصيف أهي. بس ممكن إن احنا نعملها بخيط تقيل شوية، فبتطلع شكلها جميل جدا جدا جدا. انا حابه النهارده ان انا اوريها لكم وان انتوا تعملوها وتنفذوها وتقولوا لي ايه رايكم فيها. طيب احنا في البدايه هنعمل عدد غرز اهي اهي في البدايه هنعمل عدد اهي او اللي انا عايزه كمان اقول لكم عليه، ان الغرزه ديت لازم اعملها في حاجه يكون دائريه، يعني بلوزه بتاع دوت اللي هو بيتلبس كمان على الرقبه دوت اهو كده. ينفع طاقيه لو انت عايزه طاقيه خفيفه. بصوا كده انا بعمل اهي سلسلة، وطبعا باجي اقفلها من الحرف كده اهي. بصوا كده معايا اهي، هقفلها بمنزلقة، هطلع سلسلة اهي، هطلع سلسلة وهسيب دي، هسيب غرزة وهدخل في الغرزة اللي جنبها. بس احنا في العادي بنشتغل كده، لا انا هشتغل كده، هجيب الغرزه كده اهي واعمل واطلعهم الاتنين مع بعض واعمل سلسله. انا قصدت ان انا اعملها في خيط سميك شويه عشان تبان شكل الغرزه وهوريها لكم. هنسيب الغرزه اللي وراها وندخل في الغرزه التانيه، وهعمل ايه؟ مش هعمل بقى كده زي ما احنا بنعمل، لا بصوا كده هعمل ازاي، كده اهي، واخد لفة واسيب الغرزة وادخل في الغرزة اللي وراها كده، اعمل الغرزة كده اهي اهي اهي. بصوا اهي شايفين، باخد سلسلة اسيب سلسلة وادخل في الغرزة هنا كده من ورا كده اهو، اسيب السلسلة دي وادخل في الغرزة اهي من ورا كده اهو اهي. بصوا واخد سلسلة سيب غرزة وادخل في الغرزة التانية كده. بصوا اعمل سلسلة واكرر لحد اخر السطر بنفس الشكل ده، اعمل سلسلة واسيب غرزة وادخل هنا والف كده كده اهي اهي سلسلة واسيب الغرزة وادخل من هنا كده واعمل سلسلة اهي. قربت تخلص اهي معايا اهي، شايفين اهي كده. وكمان لو عملناها بألوان مختلفة، يعني لو عملنا مثلا كل سطرين بلون، بتبقى شكلها حلو جدا اهي. بس لازم الشغل اللي انا هعمله بيه تكون حاجة دائرية، يعني ما ينفعش ان انا اعملها سكارف، ما تجيبش مش هتتعمل، مش هيبان شكل الغرزة اهي اهي كده من ورا كده اهي، اعمل كده اهي اهي. انا كده اشتغلتها اهي اكتر من مرة اهي، منسيش اعمل السلسلة في كل مرة هنا فاضل دي كده اهي. بصوا شايفين باخدها من كده، هنقفل الشغل بتاعنا اهو. بصوا هنقفل الشغل بتاعنا اهي
قفلنا الشغل بمنزلقة. طيب السطر التاني بقى هنعمل ايه؟ هنرتفع سلسلة كده. خلاص احنا كنا عاملين هنا سلسلة، هنعمل ايه بقى؟ هنرتفع برضو سلسلة وهنسيب الغرزة دي وندخل في الغرزة من الحتة ده، مش هنخش من جوه، لا هندخل من بره من هنا كده، ونعمل برضو نفس الحركة دي كده، ونشتغل بقية السطر بنفس الشكل اهو. فين؟ في المكان اللي انا كنت عاملة فيه الغرزة السلسلة من السطر اللي فات اهو، دي الغرزة السلسلة، بدخل هنا وبلف كده اهي اهي، واعمل سلسلة تاني نفس الكلام اهو. جربوها هتعجبكم، بالذات لو عملتوا منها بلوزة، بتطلع جميلة جدا وشيك جدا جدا جدا، بتبقى حلوة كمان لو انتوا جبتوا الخيط اللي هو التخين بتاع اي ماركة، بس يكون الماركة بتاعتها الخيط بتاعها يكون سميك، وتجربوا فيها الغرزة دي هتعجبكم جدا. هي اصلا الغرزة دي في الاساس تريكو اهي كده اهي كده، واخش في المكان اللي انا كنت عاملة فيه الغرزة السلسلة اهي كده كده هنشتغل السطر ده. طيب ايه بقى اللي انا كمان عايزة بقى اقوله لكم هنا؟ ان الغرزة دي لما انا بشتغلها مش ده، هنقفل بقى هنا اهي اهي كده، الغرزة دي لما بجي بشتغلها مش ده الوش بتاعها، يعني مش ده اللي انا هيكون عندي، لا لما اجي بشتغله بيكون ده الظهر، والناحية التانية دي هو ده الوش بتاع الغرزة. يعني انا بعد ما بشتغل البلوزه وخلصتها اهي، بصوا عامله ازاي، شايفينها، بقوم قلبه الشغل على الناحيه التانيه، عشان هو ده هيبقى شكل الشغل اللي هو زي ما هو عندي في البلوزه كده. يعني انا اشتغلتها على الناحيه دي كده اهي اهي، هي حلوة برضو، بس هي المفروض ان هي تبقى على الشكل ده اهي. فطبعا انتي بتشتغلي وبعدين بتغلبي الشغل على الناحية التانية، يعني معنى كده ان الشغل اللي انتي بتشتغليه ده هيبقى ده الظهر بعد كده، يعني اللي انتي بتشتغليه دلوقتي ده هيبقى الظهر بعد كده، مش الايه، مش الوش اهي. هنكمل، هنقفل هنا الغرز اهي بمنزلق عادي، ونطلع هنا سلسلة نفس اللي انا هعمله السطر اللي فات، هعمله السطر ده، الغرزة اللي فيها سلسلة هي اللي هشتغل فيها اهي، اعمل سلسلة كده تانية اهي، واخد الغرزة من كده من الخلف كده كده اهي عايزاكم تجربوها وتقولي لي رايكم فيها، لانها فعلا يعني بصراحه الغرزه جميله جدا. بس هعدي الخيط من هنا، مش عارفه هنا دخل هنا كده من هنا ازاي. عايزاكم تجربوها وتقولي لي رايكم فيها، بتبان بقى بعد ما تشتغلي كذا كذا سطر اهي. مش بتبان في البدايه، يعني بتبان بعد ما بتشتغلي كذا سطر. بصوا عاملة ازاي، بصوا ابتدت بقى تبان اهي، ابتدى شكلها، بصوا اهي ابتدى شكلها
يبان اهي. عايزاكم تجربوا وتعملوا منها بلوزة بالخيط دوت، تجيبوا كده خيط تخين زي ده وتعملوا الغرزة دي، هتعجبكم جدا 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 اهي. ويا سلام بقى لو خيط اسود سواريه، اوبا اهي كده اهي كده اهي، ده اخر سطر انا هعمله اهو عشان اوريكو اهي كده. ادخل كده من هنا اهي واعمل سلسلة، اهم حاجة ان انا منساش اعمل السلسلة، واخد الخيط كده اللفة من ورا اهي اهي، اهم حاجة ان انا منساش السلسلة خالص، دي اهم حاجة في الشغل. لو انا نسيت السلسلة الغرزة كده ايه باظت اهي. ولو خيط تخين بقى كمان وبتعملي بلوزة بتخلص في ثواني، يعني في يوم تلاقي نفسك مخلصة الغرزة. هنا هعمل سلسلة وابتدي خلاص اقفل هنا الايه الشغل اهو. استنوا كده هنا كده اهي اهي. بصوا لما اجي بقى بعمل الشغل بعمل ايه بقى، بقلب على الناحية دي اهي عشان اشوف شكل الغرزة. وطبعا بعد ما بتخلصي بتكوي، هي عاملة زي المكرمية شوية اهي، بعد ما بتخلصي بتكوي الحاجة اللي انت عملتيها. بصوا بتبقى شكلها عامل ازاي، ممكن تعملي منها كمان سورتيت جميل قوي، بتبقى حلوة قوي 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 لو خيط تخين اهي. بصوا عاملة ازاي اهي، اتمنى ان انتوا تجربوها وتنفذوها وتقولوا لي رأيكم فيها اهي. انا بصوا عاملاها اهي، بس عامله كذا لون، في ما بتتعمل بالالوان كده وتدريجات الالوان دي بتبقى شكلها حلو جدا. اتمنى تكون غرزه النهارده عجبتكم، واستنوني ان شاء الله في غرزه تانية حلوه برضو وجديده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.